حياكم الله. يقول عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: إذا خرج الرجل من بيته إلى مسجده فرجل تكتب حسنة ورجل تضع سيئة. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. المسجد في حياة المسلم شيء محوري جدا، فهو مهبط الملائكة وموئل الصالحين ومكان العبادات وتؤدى فيه الفرائض. علاقة المسلم في مسجده علاقة مقدسة يقويها رمضان، يمتنها رمضان، يعافيها رمضان إن أصابها خلال العام بعض الفتور أو النقص أو الخلل. يوم هجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كان من أول أعماله أنه بنى المسجد، ليكون المسجد مكانا للقاءات العلمية، لصلاة الجماعة، للجمع والدروس، لمجالس الذكر والعلم، مكانا لعقد الألوية وتوزيع الغنائم واستقبال الوفود وتجهيز الجيوش، مكانا لمداوات الجرحى وعقد الاجتماعات والانطلاق منه إلى كل أمر ذي شأن. لذلك المسجد ليس مجرد صومعة تعبدية في المجتمع المسلم، المسجد أعظم من ذلك، وعلاقة المسلم في المسجد في شهر رمضان تشهد ثورة حيوية طيبة. لذلك سنتحدث في هذا اللقاء عن المسجد في رمضان. رمضان مدرسة تربوية، أظن هذا متفقين عليه، وبعضهم يسميها مدرسة الثلاثين يوما. والمسجد هو واحد من الميمات التربوية المهمة. يقول أهل التربية: ميمات التربية خمسة: المنزل، وهو من أهمها ويتمثل بركنيه الأب والأم. الميم الثانية المجتمع، يعني كلمة تبدأ بحرف الميم، المنزل، ثم المجتمع، ثم المدرسة، ثم المسجد، ثم مؤسسات المجتمع المدني، ويلحق فيما مضى الصاحب والإعلام. لذلك المسجد له دور تربوي مهم جدا في حياة المؤمن، يزود عقله كما يزود روحه. المؤمن بحاجة إلى بيت يستقر فيه ويسكن إليه. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، لكن جعل لنا من بيته كذلك سكنا. لئن كان الجسد يسكن في البيت فإن الروح تسكن في المسجد، وإن النفس تطمئن في المسجد. المؤمن بحاجة إلى زاد علمي معرفي يأخذه في مدرسته، لكنه بحاجة إلى زاد روحي وقلبي يأخذه في مسجده. المؤمن بحاجة إلى عمل كسبي يتكسب ليقتات، ليأخذ ما ينفعه من الماديات في حياته، لكنه كذلك بحاجة إلى عمل إيماني يرفع عنده نسبة الإيمان وتشرق فيه روحه ويطمئن به قلبه وتهدأ به نفسه، وذلك لا يكون إلا في المسجد. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمسجد. لاحظ التعبير النبوي: قلبه معلق بالمسجد، وكأن المسجد يسكن في وجدانه، وكأنه يعيش في كينونته، وكأنه يحيا ويتنفس ويعيش في مسجده. وفي رواية ابن حبان قال: ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه.
ترى ما هي الجرعة تلك التي يتناولها في مسجده فيتعلق بها وجدانه، وتتعلق بها نفسه، ويتعلق بها قلبه؟ هذا الرجل الذي له هذه العلاقة الوطيدة المتينة السامية بمسجده، هذا يستحق يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، يوم يغرق أقوام بعرقهم، يوم الفزع الأكبر، يوم تجر جهنم إلى أرض المحشر، لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك، يوم ترمى بها الدراهم والدنانير فتصفح وتكوى بها جباه مانعي الزكاة وآكلي الربا. في ذلك الموقف المهيب العصيب هناك أقوام تحت ظل عرش الله في ضيافة الله تحفهم الملائكة، واحد منهم هو الذي قلبه معلق بالمسجد. ترى ما أخبار قلبك؟ للمسجد في العشر الأخير حكاية خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتحرى ليلة القدر وقال التمسوها في العشر الأخير. تعالوا ننظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس تلك الليلة. أين كان يجلس؟ كيف كان يلتمس؟ ماذا كان يفعل؟ تعالوا ننظر إلى ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان من كل عام 10 أيام، وفي آخر عام له صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبض فيه اعتكف عليه الصلاة والسلام 20 يوما. أين؟ في المسجد، يتحرى ليلة القدر في المسجد. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم درسا بأنك إذا أردت أن تتعرض لنفحات ليلة القدر، إذا أردت أن ترفع قدرك عند الله فالزم مسجدك. في المسجد ستأخذ حظ قلبك، وستأخذ حظ روحك، وتأخذ نصيبك من إيمانك. انظر، إذا أردت أن ترفع قدرك عند الله ليلة القدر، هي سميت ليلة القدر لأنها ليلة الرفعة، ليلة الشأن، ليلة الأهمية، بها يكون المؤمن ذا شأن وذا قدر عند مولاه في السماء وفي الأرض. انظر، إذا أردت أن ترفع قدرك عند الله سبحانه وتعالى كيف يكون ذلك في ليلة القدر؟ أول شيء تفعله أن تكثر السجود بين يديه، والمسجد هو مكان السجود الأول. قال الله سبحانه وتعالى: واسجد واقترب. كلما سجدت كلما اقتربت، كلما ارتفع قدرك. وفي آية أخرى يقول الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. التسبيح والسجود هو علاج ليس له مثيل لما يتعلق بالهموم والغموم ونوائب الحياة. فإذا أردت أن ترفع قدرك عند الله تعالى فأكثر أولا من السجود. النقطة الثانية: إذا أردت أن ترفع قدرك عند الله ليلة القدر فأكثر ذكر مولاك. وكانت مجالس الذكر تعقد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل أن تذكر ربك في بيته. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه. بعض السلف الصالح قال: إني لأعلم الساعة التي يذكرني ربي فيها. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم. إذا ذكرت مولاك ذكرك الله. وأي رفعة وأي قدر أعظم من أن يذكر الله في المسجد؟ ترى هذا مسبحا، والآخر ساجدا، والثالث تاليا، والرابع متعلما، والخامس معلما، وكل ذلك يدخل في دائرة الذكر. فتلاوة القرآن الكريم، القرآن الكريم هو الذكر، والصلاة أقم الصلاة لذكري، المسجد هو محطة، هو موئل،
هو مكان للذاكرين ترفع فيه قدرك عند الله. النقطة الثالثة، إذا أردت أن ترفع قدرك عند الله سبحانه وتعالى فجالس النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكون مجالسة النبي؟ ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أسرار تقرب العبد من رسوله صلى الله عليه وسلم، منها مثلا قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى وفرق بين أصابعه ليشير إلى قرب المنزلة بينه وبين كافل اليتيم. وقال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا وامرأة سفعاء الخدين، امرأة يعني مجهدة الوجه، مات زوجها، حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا، يعني حتى كبروا واستقلوا ماديا ومعنويا أو ماتوا. هذه المرأة تنازع النبي صلى الله عليه وسلم وتسابقه على باب الجنة صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن ترفع قدرك عند مولاك فاحرص على الأعمال التي تدنيك وتقربك من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأعمال التي تقربك من النبي كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. اجعل لك وردا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد، تكفى همك وتستجب دعوتك ويقضى دينك. إذا أردت أن ترفع قدرك في ليلة القدر فجالس الصالحين. جالس الصالحين فهم القوم لا يشقى، أو هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم كما قال عليه الصلاة والسلام. جالسهم يا أخي، وأي مكان يجتمع فيه الصالحون أفضل من المسجد. إذا أردت أن ترفع قدرك عند الله تعالى فاطلب العلم، لأن الله تعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والمجلس هو مكان لدروس العلم والتذكير. إذا أردت أن يرتفع قدرك فالزم التقوى، لأن أكرمكم عند الله أتقاكم، وفي المسجد تشحن تقواك وتنمى وتغذى. النقطة السابعة، إذا أردت أن يرتفع قدرك عند الله كن كبيرا، ترفع عما لا يليق بك، فإن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. في هذه النقطة أودت أن أوصل رسالة بأن أهل المساجد هم أهل القدر. إذا أردت أن تكون من أهل القدر في ليلة القدر فإن القدر كل القدر موجود في المسجد. ختاما بشكل عملي، زور المسجد كل يوم، حاول أن ترتبط بصلاة الجماعة، حاول أن تنمي انتماءك للمسجد بأن تقدم شيئا للمسجد، بأن تساهم بشيء من واجبك نحو المسجد، سواء في احتياجاته أو في خدماته أو نحو ذلك. حاول أن تنمي هذا الشعور لمسجدك، حاول أن تصاحب أصحابا من أهل المسجد، إذا تكاسلت أخذوا بيدك إلى ما ينفعك. في علاقتك مع المسجد إلزم مجلس علم أسبوعي في المسجد، والحمد لله مساجدنا عامرة بمجالس العلم، لله الحمد والفضل. النقطة الأخيرة، إذا أردت أن تقوي علاقتك بالمسجد تفرغ يوما من هذا العشر للعبادة. كنت قد وضعت برنامجا لمائة ركعة في يوم وليلة، والله الأمر ليس صعبا لكنه يحتاج إلى ارتباط بالمسجد، وسأعرضه عليكم في ختام هذه الحلقة. حاول أن تنفذ هذا البرنامج، 100 ركعة. كان بعض سلفنا الصالح يجتهد لها ويحافظ عليها، وبعض سلفنا كان يؤدي أكثر من ذلك، يصل إلى 300 ركعة، وأظنها كرامة من كرامات الأولياء. على كل حال الأمر مجرب، ولن يأخذ منك الكثير من الوقت والجهد، لكنه يحتاج منك إلى كثير من الإرادة والاهتمام.